الله سبحانه وتعالى طرد آدم وحواء من الجنة ورماهم إلى الأرض. فين تلاحت حواء؟ تلاحت في بلاد الهند. وفين تلاحت آدم عليه الصلاة والسلام؟ تلاحت في جدة. وفين تلاقاو؟ تلاقاو في عرفة، جبل عرفة، داك الشيء تسمي بعرفة. هي جات من بلاد الهند ضاربة الألوف ديال الكيلومترات، وهو ضارب شي 90 كيلومتر أو 75 كيلومتر. ملي تلاقى نهار شافته هي كتقلب عليه بالليل والنهار، هو كيقلب عليها بالنهار وكيرتاح بالليل. نهار شافته بركته وعطاته بالدار، قال لها فين طحتي؟ قالت له ودي طحت هنا بقيت هنا. سبحان الله. داكشي علاش قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تثق بامرأة وإن قضيت معها 40 سنة، ما تثقش بالمرأة وخدوز معها 40 عام. طيب ملي تلاقاو سمعوا النداء ديال الله تعالى من فوق سبع سماوات، اهبطوا منها جميعا. هو يتكلم آدم عليه الصلاة والسلام، قال لي يا ربي أنا نزلتيني وإبليس واقف، يعني الثلاثي الأول اللي كان في الدنيا هو إبليس وآدم وحواء. قال لي يا ربي هذا إبليس كيضحك قدامي، يا ربي سلطتي عليا في الدنيا ما عنديش قدرة إلا بالسند ديالك، أعطيني العوين يا ربي. قال لي أعطيتك. قال لي يا ربي اش عطيتيني؟ قال لي كل مخلوق يتزاد من الإنس نعطيه حفاظة من الملائكة، لأن احنا شحال من الملك عندنا؟ احنا عندنا 19 ملك، جوج ديال الملائكة كيكتبوا علينا و 17 ملك هما الحفاظة اللي كيحفظونا، هما اللي قال عليهم الله تعالى في واحد الآية كيتكلم فيها على الإنسان، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. عندنا ملائكة كيحفظونا من القدر ديال الله تعالى. داكشي علاش كتلقى الإنسان طنوبيلات قلبات وما بقى فيها ما يتشاف، كل الضغطات كيخرج الإنسان سليم، دوك الملائكة اللي حفظوه بأمر من الله سبحانه وتعالى. طيب قال لي يا ربي زيدني. قال لي الحسنة بعشر أمثالها، اللي دار من البشر حسنة أعطيه بعشرة والسيئة خلى لي بمثلها. قال لي يا ربي زيدني. قال أغفر لهم واستغفروني، اللي استغفرني فلانك نغفر لي. هو يتكلم إبليس، قال لي يا ربي انت ما كتظلمش يا ربي، انت عادل، اعطيتني ثلاثة اعطيني انا ثلاثة. قال لي ربي اعطيتك. قال لي الاولى يا ربي. قال لي فين ما يتزاد مولود من الانس نعطيك بحاله من الجن، واخا العدد ديالنا احنا قل من العدد ديالو، لان كما قلنا ربي عطانا حافظة من الملائكة، انسان معاه 19 ملك ومعاه شيطان واحد. كما كيقولوا العلماء احنا في الدنيا يلاه العشور ديال الجن، والجن في الدنيا يلاه العشور ديال الملائكه، يعني الدار بيضاء. الا فيها 6 مليون ديال البشر راه فيها 60 مليون ديال الجن، وفيها 600 مليون ديال الملائكه. الملائكه كثر في الدنيا، كل ما شي هما كثر وكيساحموا الجن يتعداو علينا الجن لان ما كنشوفوهمش. يعني ملي كتكون غادي في الشارع وكيعيط عليك شي واحد اسم محمد وكتلفت، راه معاك ملك يتلفت حافظ لك البصر ديالك فين ما مشيتي. كون ماشي ذاك الملك ملي تلفت يجي الجن ويتقب لك عينيك يتعداو علينا، لكن الملك كثر وكيزاحموهم. عطانا الله تعالى حفظه، يعني هذا الشيطان قال لي الله تعالى فين ما يتزاد مولود من الانس نعطيك حتى مولود من الجن باش حتى تكثر الذريه ديالك. قال لي يا ربي زيدني. قال لي شاركوا في الاموال والاولاد، شارك معاهم. قال لي يا ربي زيدني انا ما بغيتش الشركه، انا بغيت نكون انا هو الرئيس. قال لي الله سبحانه وتعالى اتخذ مسا او صدورهم، اتخذ صدورهم مساكنا لك، سكن لهم انت في الصدور، سكن معاهم انت لداخل، ماشي غير تشاركهم، سكن معاهم. قال يا ربي رديت. وهز ادم يدو قال لي يا ربي ابعث لي حفظه. قال لي الله تعالى غادي نبعث لك انبياء ورسل، 124 الف نبي وكتب، اربعه الكتب اللي نزل الله سبحانه وتعالى سند. ويتكلم ابليس قال له يا ربي انا ما عنديش لا رسل لا كتب. قال لي تتعدى. قال لي شكون الرسل ديالي يا ربي؟ قال لي الرسل ديالك هما الكهان، كهانات. قال لي الكتاب ديالي؟ قال لي الكتاب ديالك هو الوشم، وشاب ديال العيالات. قال لي والشراب ديالي شنو نشرب يا ربي؟ هذا ابليس. قال لي شرابك كله مسكر، كاع اللي كيسكر شرب معاه. قال لي والماكله ديالي؟ قال ما لم يذكر عليه اسم الله. قال لي ما قالش بسم الله ولا كان بنصر، كل معاه شاركوا. لان دوك الناس اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ابليس كيتمغط بالجوع، الشياطين ما كانوش كياكلوا معاهم، لان كلهم كيسموا اسم الله وياكلوا. دابا كلشي نسال الله العافيه ياكل واقف وياكل باليسر ديالو، الشياطين ولاو شبعانين، خاصهم شويه بسو، خاصهم والواس باش يفسوا ديك الماكله ديالو، شبعوا ماكله. قال لي يا ربي واين مسجدي؟ فين نصلي؟ الصلاه ديالو هي التخرويض. قال لي المسجد ديالك هو السوق. قال لي وما مؤذني؟ قال مؤذنك المسمار، الغيطه. الغيطة هو المؤذن ديال ابليس، في البلاصة اللي فيها الغيطة راه ابليس داير الشور ديالو، نسأل الله العافية، وكيجري وكيردح ويجبد العباد ويضللهم. قال يا ربي وما بيتي؟ فين نسكن؟ قال بيتك الحمام. قال يا ربي وما مصايدي؟
شنو المصايد اللي جبد بها الرجال؟ قال النساء، المصايد ديالكم هما العيالات. داكشي علاش كيقول ابليس ان نصف جند النساء، النصف ديال الجنود ديالي عيالات. هنا هو يقول ابليس يا ربي وعزتك وجلالك، يا ربي بالعزه ديالك والجلال ديالك لاغوينهم ما دامت الارواح فيهم. يا ربي ما دامت الروح كتجري في هذا البشر راه ما نخليش منهم شي واحد، واخا ساعه الموت ديالو نجي نوقف عليه ونقول له موت يهودي ولا نصراني، يا ربي راه ما نخليش فيهم شي بنادم كحل الراس. هما اللي سبوا لي باش سطرت من زمره الملائكه، يا ربي ما نفلت منهم حتى واحد. اش قال لي الله تعالى؟ وعزتي وجلالي، غير